نعم تراجع كبير جدا. الحقيقة أنها في عهد ترامب كشفت الحقيقة كاملة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعرف الديمقراطية وأن الديمقراطية زائفة. وما حدث في الآونة الأخيرة من الرئيس المنتهية ولادته ترامب، هذا الرئيس الذي وصف بالجنون، وبحق أنه أثبت أن بدليل قاطع أنه في حالة جنون كان دائما، أنه لا يعرف من الديمقراطية شيء. الديمقراطية بعد ترامب تراجعت أصلا من إجى ترامب وصل للسلطة بأمريكا، مش بس تراجعت بالعالم، تراجعت حتى داخل أمريكا، وصار لغة العنف ولغة القوة ولغة البلطجة هي السائدة. وأنا بعتقد أنه بما جرى مؤخرا بالانتخابات وما بعد الانتخابات أظهر ما يتمتع به هذا الشخص من فكر حاقد ومن فكر متطرف، وخصوصا تجاه العرب والمسلمين. نعم في تراجع كثير بعهد ترامب، الديمقراطية تراجعت كثيرا.